عندما يريد المرء أن يفهم الهجرة، يجب على المرء أيضاً التركيز على الوطنية وحب الوطن، إذ حب الوطن والتعلق بالأرض هو أساس هوية الشعوب. عندما يعزل الناس عن أرضهم، فإنهم ينقطعون أيضاً عن جذورهم. السلطات تعلم هذه الحقيقة، ولهذا فهي تقوم بالهجوم على الشعور بالوطنية، وتقوم بسياسة إجبار الأهالي على النزوح من موطنهم الأصلي. أعزائنا، سنركز على الهجرة في برنامجنا اليوم. كيف تؤثر الهجرة على الناس والمجتمع، وخاصة النساء؟ دعونا نرى النتائج معاً. شخص، أسرة، أي مجتمع ما، لأسباب اقتصادية، حرب، سياسة، أحداث مثل الزلزال والفيضانات وما إلى ذلك، إضافة إلى ذلك المزارعون يقومون بنقل أماكنهم وترك أماكنهم الأصلية، وهذا ما يصبح هجرة. على الرغم من وجود أسباب عديدة للهجرة، إلا أن أكثر الهجرات إيلاماً في التاريخ والتي تحدث هي بسبب الحرب والاحتلال. يتم تحديد الهوية الاجتماعية من خلال الأرض والثقافة والمعتقدات. الموطن، أي الوطن، هي ذاكرة إنسان وثقافة شعب، ويظهر العمل الجاد للمجتمع. هذا هو السبب في أن الهجرة تجعل الناس يبتعدون عن هذا الجذر والهوية. هذا ما يحدث تغييراً كبيراً في دماغ وعقل وقلب وذاكرة المرء، وبهذه الطريقة ينصهر الوجود البشري في الإصرار على العيش على أرضهم. يجب أن ينظر المرء إليها على إنها مقاومة للوجود. من أجل أن يحدث هذا، هناك حاجة إلى الوعي الاجتماعي وإرادة المقاومة والتنظيم. في التاريخ هناك العديد من الأمثلة على الهجرة بسبب الاحتلال. خلال الحرب العالمية الأولى، لا يزال ثلث الأرمن والأكراد مليون سكانهم يعيشون كمهاجرين، وكذلك يعيش ملايين الأشخاص في العالم كلاجئين في دول أجنبية. وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة في عام 2020، فإن 281 مليون شخص هم لاجئون في العالم، فهذا ما يفتح الباب لإنكار الوجود واستيعاب والدمار بسبب الناس الذين انقطعت عنهم أرضهم. هم أيضاً مقطوعون عن جذورهم، كما يتم قطع مستوى القيم الأخلاقية والدوافع. إنهم يواجهون كل أنواع التهديدات. يعاني معظم الأشخاص الذين هاجروا من الصدمات. النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً. الكثير من المساوئ تحدث حيث لا تعليم، جوع وعنف، فقد اللغة والثقافة، كل أنواع العنف ضد المرأة، وكل المشاكل التي تأتي إلى الحياة إحدى أسبابه هي الهجرة. يمكن للمرء أن يعطي مثالاً من كردستان والشعب الكردي، الذين عانوا تاريخياً من النزوح والهجرة عشرات بل مئات المرات. في شمال كردستان، من مرعش وديرسم وميليتي إلى غرب كردستان عفرين شهباء سريكانية، ما تزال الهجرة مستمرة حتى يومنا هذا نتيجة الاحتلال والمجازر. ففي التسعينيات تم حرق 4000 قرية في كردستان، وانتقل 3 ملايين كردي إلى مدن تركية.
الضغوط العسكرية والسياسية ونقص الفرص الاقتصادية وبناء السدود على المياه والزلزال الذي حدث في 6 شباط من هذا العام أدى إلى تغيير بنية السكان، مما أدى قيام الدولة التركية إلى إفراغ المناطق التي يعيش فيها الأكراد العلويون منذ عقود، والتي حافظت إحدى الثقافات القديمة في كردستان على قيم الثقافة الأم، لأن هذه الثقافة هي ضد ثقافة الدول، فهي دائماً مقاومة. لهذا السبب تلعب الدولة سياسة قذرة ضد هذه الثقافة لغاية إبادة هذه القيم، وهنالك الكثير من أمثاله في التاريخ، مثل مذبحة ديرسم وكوجيري ووادي زيلان، وكذلك مجزرة الأرمن وحلبجة وشنغال. التاريخ يعيد نفسه على هذه الأرض. ومن الأمثلة التي نريد أن نسلط عليها الضوء هي عندما دخلت داعش إلى كردستان، وخاصة أهل شنغال. هاجرت آلاف النساء الإيزيديات إلى ألمانيا وكندا. بهذه الطريقة أرادوا تدمير ثقافة ومعتقدات الإيزيديين. عندما تتعرض المرأة للإساءة، فمن الطبيعي أن يتم تدمير ثقافتها ومعتقداتها. فعانت النساء الإيزيديات من جميع أنواع الإبادة والمصاعب والاستيعاب والانحلال والمرض والصدمات. في موضوع الهجرة نلقي نظرة على المشاكل والعقبات التي تواجهها النساء والأطفال في مجتمعنا، لذا سوف نسأل: ما هو سبب انتقالك أو هجرك؟ نزحنا، جانا أرجكان وأتباعه ونزحنا، هزمنا بناتنا بناموسنا بشرفنا، طلعنا برا، وهاي مش شردين هنا، احنا بالمخيمة. السبب نزوحي بسبب الاحتلال التركي، جاء على قريتنا، يعني من قرى 40 قرى راس العين، ناسها من قرى راس العين. أول مرة ما كنا بأن نطلع، يعني كنا نقول إيه يفوت، إحنا كل واحد ببيت وما لنا شغل به، بس لما شفنا تأثرنا، يعني ما ظل يعني معيشة، ما ظل أمان، ما ظل يعني أنا عندي بصراحة 4 بنات ما عاد أقدر أخليهن يعني بين الاحتلال، يعني لأنه ما بأمان بالليل، الضرب والفشق والهذا كل الليل، يعني بيضرب وظلام، لا بكهرباء لا بمي، يعني طلعنا قصب عنا. أول مرة كنا مقررين ما نطلع من بيوتنا، لما شفنا الضغط علينا صدقي مرة حتى من الشباك فات علينا طلقة، يعني آخر شيء طلعنا برواحنا، بس تريد نطلع بلباسنا، بس نطلع نشوف شوية أمان هدوء، ننام بالليل مرتاحين، كل الليل ما كنا ننام. من تركيا يعني ما هجموا علينا حرب، يعني شنو حالة حرب، انهزمنا وولادنا وبناتنا واحتلال التركي. كيف أثر ذلك على حياتك عندما هاجرتي؟ تأثر يا بنتي، احنا تحت الخيام، تحت هالليلون، يعني ولادنا معيشة قز القرط والله، يعني راحت أراضينا وراحت بيوتنا، تشردنا يا بنتي. أكيد يعني بده يتأثر كثير يعني على حياتنا، تتغير كل حياتنا. مثل ما قلت لك أنا عندي بنات، يعني هالساعتين كنت أني أطمح إنه بناتي أدرسهن، واحدة منها كانت تدرس 9، يعني كانت ناوية تكمل. لما جينا هنا كانت تعمل دورات، بصراحة بطلت، يعني كله تغير بحياتنا. شنو ما تأثر حياتي؟ قاعدين مخيم ليلون، يعني شنو ما أثر حياتي؟ يعني قاعدة هنا جحيم، يعني وين قعدت الدار، وين قعدت أرضش، وين الحزين أنت قاعدة جوا ليلون واستحكام، يعني شنو يعني؟ يعني تركنا بيتنا وأرضنا. ما هي أصعب القضايا بالنسبة للاجئات أو المهاجرات؟
يعني أكثر شيء أعاني تعرفين باعتبار أني مرأة وعندي بنات، يعني صوري خيمة 4 أمتار يعني مطبخ بحمام بل تواليت المشترك بل هذه هاي أكبر شيء تعاني منه المرأة، ما أنا مرتاحين أمرك بيها والله مرض هسه أعاني مرض أنا يعني متأثرين يعني تحت الخيام والحار والشردين لا بيوت لا شيء والله الله يكون مع الصابرين. الحزينة ما أنا مستغربة أولادنا وبناتنا ويعني الحزينة كنا بخيمة واحدة يعني احنا 10 أشخاص جد صحيح أقول جد يعني 10 أشخاص خيمة واحدة احنا. والله معاني بهالخيام معاناة مو كويسة، أولادنا كلياتنا فوق بعضنا ونايمين فوق بعض وتعرفين أنت حياة جحيم هون. تؤثر الهجرة على الصحة الجسدية والعقلية للمرأة بشكل أكبر، أكثر الصعوبات تظهر من النواحي الاقتصادية والحماية. العيش في أماكن غير صحية يؤثر على صحة النساء والأطفال، تزداد نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاجئات، وفي الوقت نفسه تظهر الأمراض العقلية أيضا لأن المرأة تشعر بالضغوط والتهديد بالعنف. أوضح الأمثلة على موضوعنا الهجرة هو منطقة الشهباء، حيث تعيش النساء والأطفال في ظروف صعبة للغاية. احتلت الدولة التركية مدينة عفرين عام 2018، مما أدى إلى نزوح حوالي 300,000 شخص. يسكن سكانها حالياً في مناطق الشهباء حوالي 175,000 نسمة، وبحسب البحث فإن الظروف الحالية خاصة الاقتصادية منها أثرت أيضاً على الصحة. لا تستطيع النساء اللواتي يعشن في وضع صعب الذهاب إلى الطبيب بسبب الوضع المالي وكذلك الظروف غير المهيئة لهم، إذ تواجه النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال العديد من الصعوبات بسبب الإجهاض، ويولد الأطفال في ظروف سيئة وصعبة. تمرض العديد من النساء أثناء الولادة وكذلك يمرض الأطفال بسرعة. في المخيمات الخيام قريبة جداً من بعضها البعض، لذلك لا توجد خصوصية بين العائلات المختلفة، وفي نفس الوقت يعيش أكثر من 6 أشخاص معاً في خيمة واحدة، وهذا ما يؤدي أيضاً إلى انعدام الخصوصية في الأسرة. تذكر جميع النساء أن هذا يضع ضغطاً عقلياً عليهن بل ويسبب الاكتئاب. على الرغم من العديد من التغييرات في المجتمع، لا تزال المرأة مسؤولة عن تربية الأطفال وإدارة المنزل، إلى المياه النظيفة وسوء تغذية الأطفال وقلة أماكن اللعب، فإن الأولاد والنساء يشكلون عبئاً ثقيلاً في عائلة من ناحية نفسية بدون الفرصة تتزوج المرأة بسن مبكر، ويكون للشابات عبئاً على الأسرة. الهجرة مشكلة تنفرض على المجتمع، وبالرغم من هذه الصعوبات سألنا عن وضع المرأة في أكاديمية جينولوجي. الآن دعونا نستمع إلى تقييم أحد عضوات أكاديمية جينولوجي معا. الهجرة بشكل عام لها أنواع، منها الهجرة القسرية، الداخلية، الخارجية، الشرعية، الغير شرعية وغيرها من الهجرة. وكذلك نحن ضمن ثورة روج آفا أو في مناطق الإدارة الذاتية كان هذا الموضوع معاشا بعد هجوم الدولة التركية في عامي 2018 و2019. الهجوم أو الاحتلال على كل من عفرين، سيريكانية وجريسبي، تم تهجير الأهالي إلى مناطق أخرى، وكذلك من قبل ذلك تم تهجير أو الهجوم على بعض المناطق أخرى مثل كوبانة.
وبهذا استمرت الهجرة أو الحرب إلى يومنا هذا، بمعنى أننا ضمن مناطق الإدارة الذاتية لم ننقطع عن الحرب أو الهجرة. الهجرة تجلب معها العديد من المشاكل ضمن المجتمع، يعني الهدف الأساسي لدى العدو هو انحلال المجتمع بأكمله، وبهذا يمكننا القول بأن العنصر الأساسي في المجتمع هي المرأة. لهذا يتم استهداف المرأة ضمن المجتمع، لأنهم يعلمون بأن عن طريق المرأة يمكنهم انحلال المجتمع. لهذا عندما تتم الهجرة يأتي مع الهجرة الكثير من المشاكل أو من جميع النواحي على المرأة، مثل الطلاق، الزواج المبكر، الانتحار وغيرها من المشاكل ضمن المجتمع. كما ذكرنا سابقا، تم بعد تهجير الأهالي واستقرارهم في المخيمات في مناطق أخرى، المرأة لم تقف هنا، بل أقامت بتنظيم نفسها كامرأة ضمن المؤسسات والمكاتب والمجالس والنواحي والمخيمات. نعم، النساء اللواتي تأخذ مكانها ضمن هذه المؤسسات التي ذكرناها وتنظم نفسها، هي نفسها النساء اللواتي هاجرن من مناطقهم، حيث أول خطوة يمكننا القول أن حيث أول خطوة أخذتها هذه النساء هي تنظيم أنفسهن والعمل على تخليص المرأة من آثار الهجرة وسلبياتها. أستطيع أن أعطي أمثلة تاريخية حول تنظيم المرأة ضمن الثورات. مثال على ذلك ثورة كوبا. كما نعلم بأن المرأة لها دور ومكانة وكفاح في الثورة الكوبية، حيث كانت سيليا شانسز جسر الواصل في الثورة بين تشي غيفارا وفيديل كاسترو، وقامت بجمع الوثائق التاريخية والاحتفاظ بها. يمكننا القول بأن المرأة الواعية والمثقفة والعالمة تنظم نفسها في وقت الأزمات، ويمكننا القول بأن المرأة تستطيع أن تحمي نفسها من الهجمات التي ستصبح عقبات أمام حرية المرأة وتنظيمها. حيث لا يمكننا انقطاع أو تفريق بين النساء اللواتي تأخذ مكانها ضمن المؤسسات والنساء المجتمع، لأنهم هم من النساء اللواتي هاجروا مناطقهم، ويقع على عاتق كل امرأة بتنظيم نفسها ضمن المجتمع من أجل فشل هدف العدو. ويمكن إعطاء مثال آخر، مثال ميداني ضمن ثورة روجافا. يوجد العديد من النساء اللواتي كافحن وناضلن من أجل الوصول إلى حرية المرأة، حيث يتطلب من حركات النساء مثل كونغراستار ومكاتب المرأة أو المجالس المرأة ضمن المجتمع بتوعية المرأة وإعطاء تدريبات وتكثيف المحاضرات حول المواضيع التي تقوم بإعاق المرأة في الوصول إلى حقيقتها. وإلى جانب ذلك، على المرأة أن تعرف حقيقتها أو نفسها عن طريق الجينولوجي الذي هو علم المرأة والحياة الحرة، لأن علم المرأة والحياة الحرة هو العلم الذي أو الوسيلة التي ستؤدي المرأة على طريق حقيقتها.
طالما يعيش الناس في وضع الهجرة فإن مستقبل النساء والأطفال سيظل دائما في خطر. علينا التركيز على أنه يجب على الجميع العيش في أرضهم من أجل المستقبل. العودة إلى الأرض هي عودة المرء إلى ثقافته وأصله ولغته. لذا فإن العيش حياة ذا معنى يعتمد على ذاكرة الوطن نفسه. بهذا نقول إن العودة إلى الوطن هي العودة إلى الجذور. ابقوا في الروح الوطنية والتعلق بالأرض، وحتى برنامج آخر دمتم بخير.